صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انت بتشوف أو اللي انت بتشوفي فيه الفيديو ده. النهاردة هناخد مع بعض فعل المساعدة كوماكاردن في جمل مختلفة في أزمنة مختلفة، وهو الفيديو بناء على طلب أحد المتابعين الأعزاء إن احنا نتكلم عن فعل المساعدة بشكل مطول، فهنشوفه مع بعض في الأزمنة المختلفة بالفصحى والعامية. نبدأ على طول، وأول معلومة معانا إن كوماك لوحدها كاسم بمعنى المساعدة أو العون، وبالتالي كوماك كاردان هو مصدر مركب بمعنى أن يساعد أو أن يعين. كوماك كاردان، كوماك كاردان، والمادة الأصلية تكون كوماك كون، كوماك كون، اللي هنستخدمها في المضارع والأمر. ويلا نشوف جمل عليه في زمن الأمر. أول حاجة لو عايز أقول لحد ساعدني كأمر، يعني لو من فضلك ساعدني، ممكن نقول لطفان بمعن كوماك كون. وهنا في حاجة مهمة، وهي إن فعل المساعدة في الفارسية اللي هو كوماك كاردان بياخد حرف جر. في العربي عادة مش بقول مش بقول لحد ساعد لي أو كده، لكن في الفارسي زي قدم لي المساعدة بيكون في حرف الجر بي بي. هنا أنا عايز أقول لحد ساعدني أنا، أي قدم المساعدة لي أنا، أقول له بمان كوماك كون. كوماك كون هو أمر مصرف مع التو، أي ساعد. ساعد مين بقى؟ أنا، يبقى بمان. في العامية تصبح لطفان كوماكام كون، كوماكام كون. هنا لو شفناها كترجمة حرفية، كون يعني افعل أصلا، كوماكام مساعدتي، احنا نقولها ساعدني، هي في العامية هكذا. لو عايزة مثلا هنا غيرها وأقول ساعدها، بدل ما أقول لطفان بقو كوماك كون، مش لطفان كوماكش كون. اللي عارف ضمائر الملكية المتصلة هيكون فاهم النقطة دي كويس قوي. وكمثال على الأمر، لو أنا عايزة أقول لحد ساعدني أني ألاقي شغل كويس أو عمل جيد، نقول لطفان كوماكام كون يك كاري خو پیدو كونم، يعني ساعدني اللي هي كوماكام كون يو بمان كوماك كون أن أجد أو أن أعثر، هيبقى هنا پیدو كونم، پیدو كونم، على عمل جيد يكور خوب يو يشغل خوب. تمام، واضح. ونشوف بعد كده أمثلة في زمن المضارع الالتزامي، وهي زي الأمر ولكن أكثر احتراما. يعني لو دلوقتي عايزين نقول لحد تقدر تساعدني أو يصير تساعدني، ممكن تساعدني، هنشوف إزاي. يعني دلوقتي لو أنا عايزة أطلب المساعدة من حد بصيغة محترمة اللي هي تقدر تساعدني بدل صيغة الأمر المباشر، يعني أولا تقدر إزاي بالفارسي؟ فعل الاستطاعة أو القدرة هو تافونستان، تافونستان. في المضارع الإخباري مع تو هيكون ميتافوني، وفي العامية ميتوني، ميتوني تقدر. طيب تساعدني بقى هتكون هنا مضارع التزامي، عشان احنا عارفين إن بعد المضارع الإخباري مع فعل الاستطاعة تافونستان الفعل التاني بيكون مضارع التزامي. يعني هنحط كوماك كاردان في المضارع الالتزامي، يبقى ميتوني كوماكام كوني، ميتوني تقدر أن تساعدني كوماكام كوني. أو نقولها كمان إزاي، ميتوني بمان كوماك كوني، ميتوني بمان كوماك كوني، يعني أنت تستطيع أن تساعدني. الإجابة بقى لميتونام يوب نا نيميتونا، يعني نعم أستطيع أو لا، لا أستطيع. ولو هنخليها لضمير غائب أقول أنت تقدر تساعدها أو تقدري تساعديه، أي غائب بقى مذكر أو مؤنث، يبقى ميتوني كوماكيش كوني، ميتوني كوماكيش كوني، تقدر تساعدها. أنا حابة بس أوضح هنا ضمائر الملكية المتصلة، إن مع لما يكون المساعدة لي أنا حط ميم، يبقى كوماكام. لما يكون المساعدة لحد غائب يبقى شين كوماكش، يعني انت تقدري تعملي مساعدتها كوماكش، بس احنا في العربي نقولها تقدري تساعديها. اتمنى الفكرة تكون وصلت. والطريقة التانية اللي احنا ممكن نطلب بيها برضو المساعدة ويكون فعل المساعدة في المضارع الالتزامي، بحيث ناخد قدر كبير من النماذج والأمثلة، باستخدام المصدر شدان، شدان أن يصير. احنا حتى في العامية عندنا نقولها يصير تساعدني، اللي هي ممكن تساعدني. لو بالفصحى يبقى ميشا فاد بمان كوماك كونيد، هنا صرفنا كوماك كاردان في الالتزامي مع شمال الاحترام. ميشا فاد بمان كوماك كونيد،
يعني حضرتك أو حضرتك يصير تساعدني؟ في العامية بقى كده عارفينها تتحول لإيه؟ مشابات تكون ميشي، يعني يصير، بحذف الواو ونقلب الدال إلى هاء صامتة كالعادة، فيش جديد. بمان بهم بهم، كوماكونيد كوماكونين، ممكن ليها أشكال كتيرة، ممكن تكون ميشي بهم كوماكونين يو ميشي كوماكامكونين، أشكال كتير، وأظن أن أنا شرحتهم كلهم. فيعني استخدموا اللي يريحكم أو يكون أسهل بالنسبة لكم في اللفظ. دلوقتي ناخد جملة تانية، جملة مختلفة شوية، عايزة أقول كيف يمكننا أن نساعد الآخرين. كيف تشيغوني اللي هي إزاي، هاو تشيغوني، يمكننا ميتافونيم يو ميتونيم، الاثنين صح، ميتافونيم فصحى ميتونيم عامية. أن نساعد هتكون هنا مضارع التزامي لأنها بعد فعل استطاعة، أن نساعد نحن يبقى كوماكونيم، الآخرين لأن احنا قلنا أن فعل المساعدة لازم معاه حرف الجر ب، احنا نساعد من الآخرين يبقى نحط قدام كلمة ديجارون اللي هي الآخرين ب، بي ديجارون، أي نقدم المساعدة للآخرين. الجملة على بعضها، شيغوني ميتافونيم بي ديجارون كوماكونيم، يعني ازاي نقدر نساعد الآخرين. وناخد بقى الجمل في المضارع الإخباري، لو عايز أقول أي حد، مثلا مريم كل يوم بتساعد أمها، أول حاجة الفاعل مريم هتكون مريم، مريم هالروز كل يوم، مريم هالروز بمادرش كمك ميكونه، بمادرش كمك ميكونه. طبعا هي هتساعد مين، هتقدم المساعدة لمين، لأمها، يبقى قبل كلمة مادرش أي أمها نحط حرف الجر ب، وهي تساعد دي عادة، يبقى مضارع إخباري، يبقى كوماك ميكونات اللي هي في العامية كوماك ميكوني، يبقى مريم هالروز بمادرش كوماك ميكوني، مريم كل يوم تساعد أمها. ولو هنستخدم كلمة المساعدة كاسم لوحدها، مثلا عايزة أقول لحد أنا محتاج لمساعدتك، نقول بكوماك شما احتياج دارم، ب يعني إلى أو لي، كوماك شما أي مساعدة حضرتك، ممكن تكون كوماك تو بس شما للإحترام، احتياج دارام بمعنى أنا محتاج. تمام، جملة كمان نحط فيها كوماك كاردان في المضارع الإخباري، عايز أقول كيف يساعدنا الصيام على أن نظل بصحة جيدة. جملة طويلة مركبة، أول حاجة الصيام يعني روزة جيرفتان، هنا نستخدمه بالمصدر بتاعه، روزة جيرفتان كيف، تشيغوني يعني ازاي، يساعد هو اللي يساعد، وده غائب يبقى هنصرفه مع او، كوماك ميكوناد يساعدنا احنا، يبقى هيقدم المساعدة لينا، يبقى بيمو. تمام، يبقى روزي جيرفتان تشيغوني بيمو كوماك ميكوناد، حتى نظل او نبقى بصحة جيدة، تو هنا بمعنى حتى، تان دروست بمانيم يعني ازاي بيساعدنا ان احنا نبقى بصحة جيدة، بمانيم من المصدر موندان بمعنى ان يبقى او ان يظل. ممكن بالعامية تكون بالشكل الاتي، روزي جيرفتان تشيغوني بما كوماك ميكوني تو تان دروست بمانيم. تمام، جملة كمان مضارع اخباري، عايز اقول ما الشيء الذي ساعده، ما الذي ساعده، ما الشيء او ما الذي تشيتشيز، تشيتشيز ساعده، يبقى كوماك كارد ده ماضي، ده في الماضي المطلق، ساعده ساعد مين، هو ساعده هو، يبقى قدم المساعدة لي هو، هو بالفرسي او، يبقى تشيتشيز بيقو كوماك كارد، تشيتشيز بيقو كوماك كارد يعني ايه اللي ساعده. عايزة اقول ابنتي ساعدتني، يبقى دخترم بهم كوماك كارد، ساعدتني أنا يبقى بهام، ممكن نقولها بطريقة تانية، ياريت تكونوا عارفين إيه الطريقة التانية اللي أنا بتكلم عنها. بالي دخترم كوماكام كارد، كوماكام كارد يا دخترم بمن كوماك كارد. كمان مثال بقى، وهنا هنستخدم صورة المصدرية للفعل كوماك كاردان، هنا عايز أقول تعد مساعدة الآخرين أحد أفضل أعمال الخير. جملة مركبة شوية، واحدة واحدة، أول حاجة مساعدة الآخرين، مساعدة يعني إيه هنا، مساعدة اللي هو كوماك كاردان بس في حالة المصدرية، يعني هنسيب نون المصدرية، يبقى كوماك كاردان
الآخرين، إحنا عارفين إن كوماك كاربان بيبقى معاه دائما حرف الجر بيه، اللي هو تقديم المساعدة للآخرين، هكذا يترجم في الفارسية. كوماك كاربان يكي آز يعني أحد، واحد من يعني يكي آز بهترين أي أفضل، يكي آز بهترين أحد أفضل. كور يعني عمل، كورها يعني أعمال. طيب عايزة أقول أعمال الإحسان أو البر أو الخير، في الصفة يعني نيكو هنا إيه؟ لا، في الاسم هنا نيكو بمعنى الخير أو الإحسان أو العمل الصالح، يبقى كورهوي نيكو أي الأعمال الصالحة. كورهوي نيكو آست اختصرناها إلى سين تاء فقط، لأن نيكو آخرها واو، ويفضل إن إحنا بدل ما نقول نيكو آست نيكوست. وكده نبقى خلصنا. يا ريت بقى تكتبولي في التعليقات تحت الفيديو أمثلة من عندكم، يعني كوماك كاردان في أمثلة مختلفة من عندكم، وأنا أشوفها وبإذن الله صححها. شكرا للمتابعة.